هلا والله وسهلا بالمتابعين الكرام. احنا بنروح اليوم للدبليو بي سي، واحد متخصص بالدبليو بي سي، ابواب الدبليو بي سي، اسمه كيباب. هذا طريق الملك عبد العزيز، واللي قدامه هو طريق ثمامة. فتاخذ من ثمامة يمين باتجاه الشمال، يجي على يسارك. نبي نشوف وش عنده. يعني الحين وش الماتيريال، وش الاشياء، مع انه التركيبة بس بعدك هي تختلف من مكان لمكان. قرب ضعفك. تختلف من مكان لمكان. طيب احنا الحين هذا انتم تصنعون يعني مصانعكم الخاصة؟ احنا بنصنع مصنع خاص. في الرياض؟ عندنا لا في بريدة. بريدة؟ نعم. مصنع خاين ميزان تبع شركة كيباب. ما شاء الله. طيب. الخامة واحدة يعني عالمية اللي هي الدبليو بي سي. خشب مخلوط مع بلاستيك. صحيح. مغلف بالبلاستيك من ده. حلو. لكن بعد ذلك تختلف الجودة بتاعت العامل نفسه والخدمة المقدمة. ايه دي الفيصل بين المحلات. الجودة وخدمة ما بعد البيع يعني. خدمة ما بعد البيع. نعم. يعني التصنيع نفسه بيختلف. ايه صح. مكان لمكان. من الفريدة للأبيات لكيباب لكل الشركات الثانية. أكيد. كل واحد يقول المادة دي، لكن نسبة البلاستيك كم، نسبة الخشب كم، فيها في المادة نفسها هذه ما في حد بيعرف. ولا حتى إيه هو هذه طبعا إيه. أيوة. هي شكلها تجي تركيبة كاملة. المواد من وين تجيبون أنتم؟ هنا من مصانعنا الوطنية. مواد من هنا ولا من برا؟ لا في الرياض هنا. هذه هي صح؟ نعم. كم وزن الباب؟ وزن الباب طبعا بيختلف على حسب ال تقريبا يعني. اتوقع مو يعني ايه الابواب العاديه هو ثقيل. اي هي انا شفت هذه ثقيله دليل. عشان كذا اقول لك كم تتوقع هذا الباب؟ 20 كيلو؟ والله ممكن يجي 20 كيلو. طيب ممكن تكلمنا على الاسعار؟ ها الاسعار الناس طبعا اغلب الناس تعرف الدبليو بي سي، ما جتك الحين الا تعرف الدبليو بي سي. اسعاره هنا تتفاوت من 1500 الى 2000 ميديا جاز عالنا. وعندك في خصومات على حسب الحدود. طيب وش اللي يخليها تختلف من 1500 الى 2000؟ الاشكال في ابواب ساده، في ابواب شرايح، في ابواب زجاج، في ابواب عليها. طيب ممكن تورينا الله يعافيك، ورينا الساده كم والشرايح كم؟ هذاك الساده اول واحد. اي هذا اول شيء، هذا الساده اللي ما في اي شغل. نعم. ما في اي شغل عليها اقول يعني. ايوه بضاعة. بضاعة. تمام. منها بيجي برضه البيت اللي خلف ده هذا والخشب. يعني الوان محدوده؟ يعني دي الثلاث الوان، هذه تعتبر البني والبيج والخشبي، هذه الساده. بيجي منها برضه الابيض. ابيض ساده. الابيض الساده نعم. هذه تقدر 1500. هذا زي كذا يعني الابيض الساده؟ أيوة. هذا مو ساده، فيه شغل هنا عليه. يعني إيه لا انا اقصد ابيض ساده. ساده بدون الاشياء اللي موجوده يعني. ها بدون اطارات؟ لا مش اطارات، بدون هذه التعريقه. اي التعريقات اللي فيه يجي؟ لا ما يجي عندكم ابد. لا. طيب وفي البني جميل صراحه فخم. خلينا بس في هذا الحين نقول عن الالوان اللي ما في الابواب اللي ما فيها شغل ساده، يجي منها ثلاث الوان صح؟ اربع الوان. والان عندنا خطوط جديده في بالنسبه للابواب الساده. يعني مثلا دي هذا اللون. الوان اضافيه. الوان اضافيه خلاص يعني على وشك انها تطلع. طيب وش ال 1500 قلت ولا 1400 انت؟ 1500. وش يشمل السعر؟ مفصلات كل حاجه مع هذا المفصلات الربا الضمان كل شيء مع هذا التكلفه. الضمان كم تعطون عليه؟ 10 سنوات. على عيوب الصناعه والتركيب. تغير الالوان من عيوب الصناعه؟ ايوه كل حاجه تشمل الصناعه. خدوش من ضمنها عيوب الصناعه اذا تغير اللون وخدش. الخدش الباب هو مقاوم للخدش. طبعا انا اتكلم عن الناس يعني ما راح يتعمدون خدشه، بس ممكن يستخدم شيء يعني هي الضربات الخفيفه اصلا، ضربات خفيفه عاديه ما فيها شيء.
تتحملها للباب طيب يعني الاسعار هذه تبدا من 1500 طيب وش الدرجه الثانيه اللي بعدها؟ الثاني الشرايح نفس الالوان بس بيجي قطع بتاع الشرايح. اي الشرايح هل هذه شرايح؟ ايوه هذه قطع عاطيه واضحه واضحه انه زي الشرايح. أيوة. وهذه شرايح وهذه ايضا شرايح. هذه شرايح نفس اللي. كم لون يجي من هذا هذه الاشياء؟ يعني كل الاشكال تجي شرايح. يعني مثلا دي الابيض البني البيض الخشبي. بس نرجع الابيض نفس المشكله انه مش ابيض ساده. انت قصدك التعريق؟ انا قصدي التعريق بدون تعريق انا ما ابغى تعريق. ابغى ابيض زي هذا مثلا. لا زي ما تجي. طيب لو ابغى ابيض شرايح تطلع لي التعريقه نفسها؟ ما تطلع زي هذه؟ لا. يعني هي قوالب جاهزه ما تقدرون تطلعون برا تقريبا يعني. والله شوف هي القوالب الجاهزه مؤقتا لكن قلت لك في خطط او في عمل يعني جاي يعني زي قريب ان شاء الله حيكون في اشكال متعدده والوان متعدده. طيب هذا قلنا كم سعره الحين اللي فيه الشرايح؟ هذا 1650. ايش يجي بعد بعد الدرجه هذه؟ بعد الشرايح الزجاج بيجي الزجاج ومع هذه بيجي كتب. هذا الزجاج طبعا هذا الزجاج يختلف لما يكون زي الباب هذا سعره عن اللي يكون زجاج كامل ولا سعر واحد؟ لا سعر واحد. هذه مثلا في خيارات ثانيه يعني هذه مثلا 1600 بتاعت ستيل. ايه اللي فيها ستيل. ايوه اوكي 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 ما شاء الله عندكم فروع كثير والله. هذا بيجي على الالوان الساده على الاشكال الساده يعني البني والبيج والخشبي والابيض. طيب هم يقول لهم 14 سنة في العمل هذا ولهم 16 فرع ما شاء الله في المملكة وهذه معلوماتهم. طيب طيب احنا هالحين كم يبدا سعر المتر او سوى بالباب اسف بالباب بالباب المتر ما له علاقة؟ لا بالباب واقصى حد اقصى ارتفاع حدود العرض 120 وارتفاع 225. يعني لو انا مثلا المنطقه اللي عندي اكثر من كذا كيف تحلونها؟ طيب انا عندي الارتفاعات 240 عندنا حلول عندنا ابواب ثانيه عندنا قوالب ثانيه بس اعلى الى 250 الى 250 نفس التكلفه ولا تزيد فيها؟ بيزود حاجه بسيطه بس رمزيه. بعد ذاك العرض اذا زاد عن 120 بيجي مثلا نص غرفه او غرفتين. حلو بس انا قلت لك مشكله احتاج الوان ابيض ساده بعض يعني شيء ابيض ساده زي كذا هذا اللي مو موجود عندكم حاليا. لا طيب حدثني على الخصومات الله يسلمك. خصومات والله على حسب العدد بتاعك كم باب عندك؟ 11 باب. 11 باب؟ وين مكانك؟ قرطبه. 11 باب يجي معك الباب الساده ل 1400 شان متر. باب السادة 1400 يعني نزلت 100 ريال على الباب السادة. ولو بغيت غير السادة مثلا ابغى شرايح ولا اي انا عارف ولا بس 1897 وش هو اللي الباب السادة هذا سادة بل طيب اجل هذا وش اللي احنا نتكلم عنه مو بعض السادة؟ ايوه ما بلف وكان ب 1500 صح؟ دون الضريبة لا يعني 1897 شام الضريبة لكن بعد الخصم يجي معك 1400 لكنه سادة سادة نعم. بعد أنا أقول لك مشكلة تعتيق أنا هذا ما عجبني فعموما هذه طيب وش الآلية عندكم يعني فوق العشر أبواب في تخفيض؟ هو من أصل التصنيع من 7 أبواب إلى 15 هذه بنفس التسعيرة من 7 أبواب إلى 15 نفس التسعيرة اوكي اوكي طيب في شيء ثاني بتضيفه تعطون ميزات هذه 1400 هذه ميزه زينه ما هي سيئه اللي بيجي ممكن يكون تلقى السعر هذا بعدك في خدمات بعد البيع في الصيانه في التركيب
الصيانة مجانية ولا في عقد تعملون عليها؟ صيانة مجانية، صيانة مجانية. إذا كان في سوء استخدام، الخدمة المقدمة بتكون مجانية، بس بيكون على العميل إذا هو أتلف شيء في الباب بياخذوا عليه قيمة الشيء بس، لكن الخدمة نفسها بتكون مجانية. جميل. طيب إذا كان في مشكلة عندي في الباب، ضاع المفتاح حق الكيلون أو تقفل على أحد في الباب في نفس ال، لا هذه وش الحل؟ هذه يعني إذا أنت اتصلت على الفني بيجي يفك الباب عادي جدا. كيف يعني يفك الباب؟ يفك يعني مش يفك الباب، يفك الكالون بالآخر. يفك الكالون. لكن يعني اذا كان طفل بضطر، هي ماني، هل هو سهل مثلا ولا معالجه الموضوع ولا لازم ننتظر الفني؟ والله لا، بالنسبه لي واحد ما بيعرف اكيد حيقوم يتصرف تصرف انه يكسر الكالون، وهذا صحيح ولا لا؟ غلط. لكن الفني هو بيعرف كيف انه يفتح الباب غير ما يتفلق. طيب الابواب عندكم تصلح برا ولا بس داخل البيت؟ لا هي المويه وش علاقتهم فيها؟ المويه 100%. طيب ليش ما تكون برا؟ وش المشكله اذا كان الشمس؟ الشمس. يعني ولا الشمس اللي تدخلها من البيت عن طريق الشبابيك ما في مشكله؟ لا لا هذه عاديه ما في مشكله، لكن تعرض المباشر يعني الشمس المباشره مشكله. اي شكرا يا حبيبي، الله فيك، ما قصرت، تفصيل واضح، والله يكتب لنا ولكم الخير ويرزقنا ويرزقكم الخير. شكرا يا أخي.